السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة، نتمنى تكون الأحوال ديالكم دايزة في أحسن الأمور. رمضان مبارك كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر. رمضان مبارك كريم إخوان، رمضان مبارك كريم. مهم الاخوان، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله جاي لكم بواحد الفيديو جديد. فيديو غادي نتكلموا فيه على واحد البوانيات نيات كيقولوا لهم بيكي، او غادي نوريكم دوك البوانيات بيكي كيفاش. في هذا الفيديو غنوريكم دوك البوانيات بيكي كيفاش كيخدموا، وشنو هما اللوازم اللي غاديين يخصوك بوانيت كنقول لهم بيكي. غادي نوريكم واحد القفول اللي كيخدموا ليهم. دابا هذه غير مجرد مقدمه الاخوان، من وراء الانترو ان شاء الله غادي ندخلوا في الصلب ديال الموضوع. الشيء اللي كنبارطاجي معكم انا الاخوان، داكشي يعني بحكم التجربه ديالي في النجاره، لا انا ولا الوالد، كنحاول اننا نبارطاجيو معكم، وكنحاول نبارطاجيو حتى مع مول الدار. زعما كاين اللي بغى يتهلا مثلا في الدار ديالو ولا شي حاجه، مثلا شي حاجه الهوت كام، باش ما يغفلش عليها حتى هي، ياخذ حتى واحد الفكره. مثلا انت بغى واحد النهار يخصم مثلا الفلوس، يعرف فين يخصم فلوس، ومش يخصم فلوس ويعاود ثاني يخصم في الخو الخاوي بلا فايده. المهم الاخوان، هذا هو المقدمه ديال الفيديو. ما تنساوش الاخوان اللي شاف هذا الفيديو هذا يشترك في القناه ويفعل الجرس، هذاك السبسكرايب يشوفوا واش خدامه، وفعل الجرس باش ديما يوصلوا الجديد. واللي شاف هذا الفيديو هذا ما ينساش انه يخلي لنا واحد لايك. في نفس الوقت الفيديو يطلع في النسبه ديال المشاهده، يوصل عند الناس بزاف، باش فائده تعم الجميع. وبالنسبه للاخوان، باش نكثر عليكم انا في المقدمه، دابا قربنا 1000 ابوني. حاولوا الاخوان تفاعلوا، تبارطاجيو مع اصحابكم، فضلا وليس امرا، بارطاجيو مع اصحابكم باش القناة ان شاء الله توصل لألف ابوني، ونحققوا الشرط الاول اللي هو 1000 ابوني ان شاء الله. المهم الاخوان، هذا طلب بسيط مني ليكم. خليكم مع واحد الانترو دابا، وليتس جو نبداو الفيديو على بركة الله. المهم الاخوان، عنده في الفيديو على واحد القفل الكانو كيقول اكساي كونت. المهم هذه القفل اللي غندوي عليه كيهضر على العنوان ديالو والكلام في غايه الاهميه. كاين بعض النجاره اللي كيغفلوا على هذه المساله هذه، وهي غايه في اهميه. كذلك اصحاب المشروع حتى هما ما فاهمين والو في القضيه، وهي ما يلي: انا مثلا عندي محل دار او فيلا تنبنيها بشوي بشوي كما كيقولوا درجه درجه، على الشهوه ديالي كنبنيها زعما على الشهوه ديال داكشي اللي كنبغي انايا. نوصل للنجاره تنقلب على شي نجار يكون فنان، فاش كنوصل للنجاره تنقلب على شي نجار يكون فنان، يكون ناضي، تنعطيه النجاره فعلا تيصاوب ليا النجار مزيانه. كنوصلوا للتركيب، وصل للتركيب وكنبغوا البياس مثلا بزاكرات قفوله، بونيات بيكي. هنا فين كاينه القضيه، هذا هو المهم في هذا الكلام، هو المهم في الكلام اللي ما ردينش ليه البال. اكثريه الساحقه تيردوش البال، وبعد النجاره حتى هما ما فاهمينش تيركبوا قفوله عاديين، ماشي عاديين من ناحيه الجوده، ماشي عاديين من ناحيه الجوده، لا، انما عاديين من ناحيه مول الدار، عاديين بحال قلتي زعما كاين عاديين بالنسبه لمول الدار. دابا النجار كيقدر يركب اللي بغى، مول الدار بغى شي حاجه مثلا لا تكون طوب، شي حاجه تعجبو. اللي بغى يركب بونيه بيكي كما كنقول لها بيكي بالاخص بيكي، الكانو والابواب اللي كيبغي يركب بواني بيكي بالاخص الكانو، الاخص بواني بيكي ديال الكانو ديال الابواب، خصوصا اللي كانت شي حاجه جوده عاليه،
غيوتيهم غيوتيهم غيوتيهم. الا كانوا زعما كاين شي بيبان زعما كاين ذات جودة عالية، يكون زعما كاين النجار اللي مصاوبهم غاليين، يعني جودة عالية تواتيهم، يعني غيخصهم شي بوانيات بيكي او بوانيات عاديين. بوانيات بيكي عاديين اللي كانوا بوانيات بيكي وبوانيات عاديين غيوليو تيشوف الرباخو. اذا ما هو الحل؟ قبل ما نركبوا الابواب تنستعشروا مع مول الدار، لان مول الاذن، تنبهو قبل ما يشري القفوله، تنبهو قبل ما يشري القفوله راح تعرف وعارف بان هذا القفل هذا اكساي كونت، انه هو اللي غادي يخدم ليه ماشي العادي. الا كان بغى يدير بوانيه بيكي باش ما يتوشيش ليه في الرباخو، خاصني ننبهو قبل ما يشري قفوله، باش يشري القفوله اللي قلت لكم هنايا. واش غتركب على حساب بوانيت اللي غتركب، واش عاديين ولا بيكي؟ لكن بواني بيكي تناخذوا ليها قفل تيتسمى اك سيكونت. سيكونت فيه من الساقطه للاكس 5 سنتيم، والقفل العادي فيه من الساقطه للاكس 4 سنتيم. الفرق تيبان لكم صغير ولكن في غايه الاهميه، ان شحال كليان تيبغيو بوانيات بيكي وهما مركبين قفوله عاديين، ما عارفينش والو مساكن، خصوصا الناس الجداد في الطريق ديال البناء. المهم الاخوان باش نزيد نشرح لكم اكثر، هادو هما القفوله اللي قلت لكم، هذا القفل ستوندار اللي عادي، هذا هو الاك 50، هادو هما البوانيات بيكي، هادو هما البوانيات كما كتشوفوا معنا بيكي شنو، مو هادو بوانيات بيكي. هذا الموضوع ديالنا اللي هضرنا عليه الاخوان هو هذا كما كتشوفوا معنا. هاد الفيديو هذا يعني شفت بزاف ديال الناس كيهضروا على هادشي وغفلوا على هاد القضيه هادو. مع الناس دابا تقريبا فهمت، كيبغي مثلا شي واحد يتهلا في الشغل عنده، كيبغي يدير شي حاجه مزيانه، مابقاش شي انسان كيخسر فلوس وخاصو يعرف فين يخسرها كما ذكرنا في البداية ديال الفيديو. كما كتشوف معنا كما قلنا في الاول، قلنا الفرق ديال 4 سنتيم و 5 سنتيم اللي كيتوشي في الرباخو. دابا هانتوما كما كتشوفو معانا عندنا الفرق ديال 4 سنتيم، كتشوفو معانا هاهو، هنايا عندنا الفرق ديال 5 سنتيم. هانتوما كتشوفو الفرق قداش باش تعرفو بأن هاد القفولة هادو راه بحال قلتي خصوصيا مكيدارو غير البوانيت بيكي. كما كتشوفو معانا هادو خاصين، هاد القفولة البوانيت بيكي. بنوريكم أنا الفيديو هذا باش اللي شاف الفيديو هذا ياخد واحد الفكرة ويعرف بأن راه كاين واحد البوانيت خاصين البوانيت بيكي. كما كتشوفوا معانا الفرق كيبان لكم هنايا قدامي، ها هو نعاود نوريكم، شوفوا معانا هانتوما، ها هي تبان لكم مي قادة، شوفوا الفرق هنا قداش وهنايا الفرق قداش. باش ما تدوخوش باش نفهم، باش نوريكم نفهمكم داكشي كامل اللي قلت لكم في الاول، اللي قلت لكم في الاول. هذا هو الفرق ما بين القفل كانو عادي والقفل كانو اك سايكون، ماشي عادي من ناحيه الجوده، انما عادي ما يعني ما يخدمش لك البوانيت بيك. دابا الرباخ هو ان دابا مثلا واحد الجهه راه كيكون من هنا مقاد ماشي مشكل ما كيهمش، ولكن من الجهه اللي كيكون فيها الرباخ كيولي كيتوشي بحال قلت البوانيت كيركبو مديكالي ما كيركبوش مقادين. المهم نتمنى الاخوان الفكره تكون وصلت لكم، الفكره. المهم الاخوان هذا هو البلان، هذا هو الفيديو اللي كمشتو معنا. نتمنى الاخوان ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، تبارطاجيو الماكسيموم الاخوان الفيديو هذا، تبارطاجيو الماكسيموم باش الفائده تعم الجميع وكلشي يستافد، باش المجال ديال الدروغري اللي في لاشين انه يمشي بعيد. انا كنحاول انني نتقاتل باش ديما نجيب لكم الجديد، وكنجيب لكم شي حاجه اللي كتكون غابره في السوق، يعني كتكون نادرا فين كيهضر عليها بنادم. انا كنحاول انني نهضر عليها كما قلنا وكما كنقولوا ديال حكايه التجربه لا في الدروكلي ولا في النجاره، الحمد لله. ومن الاخوان قربنا لواحد 1000 ابوني، اللي شاف هذا الفيديو هذا ما تنساش اخويا الاشتراك، تعامل معنا بالرجوله والتعامل كما كنقولوا ديما. المهم الاخوان هذا هو الشيء اللي كاين في الفيديو هذا، رمضان مبارك كريم علينا وعليكم ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. هذه النهايه ديال لا فيديو،
كما كتشوفوا معنا حانوت عيطوني دابا خدام في الله الفندي بحال قلت كنخوي دابا في الطاجيرات كما كتشوفوا معايا غنشوفوا الطاجيرات خويو هنا ان شاء الله غنلصقوا واحد الفيدرينات ونعاودوا نتوما بعدا كنخوي فيه بشوي بشوي. ايوا هادشي اللي كاين الاخوان تحياتي ليكم والسلام عليكم.